مين؟ رأفت الهجان؟ يا رص يا حرامي. ايه ده؟ انتوا مين؟ والله ما انا سايبك الا لما تدفع كل اللي نصبت بيه على الناس في لندن يا حرامي. ايه الحكايه دي؟ انا مش فاهم حاجه. مش انت برضه رأفت علي سليمان الهجان ولا غيرت اسمك في مصر؟ لا انتوا ظاهر عليكم نصابين. نصابين طبعا. نصابين. نصابين يا رأفت. اوعى عينك يا شاويش. شاويش يا عسكري. ايه الدوشه اللي جايه على التبت؟ اهو معرفش. معرفش مش ده اللي فيكم هنا يا جماعه؟ يلا بينا يا جماعه نشوف ايه الحكايه. ايه الحكايه يا واد؟ اقرب بضع عن جدع ده يا شاويش. يوم بضع عن مثبت ايه؟ استنى. ايه؟ مالك يا فاي؟ استنى ما نعرف ايه الموضوع. لا ما دي ما بقتش عيشه، مش كل يوم والتاني حد يطلع لي بتلفيقه، دي ما بقتش بلد، ما بقتش بلد فعلا وما بقتش عيشه. كل واحد يلزم حدوده بلاش كلام الواد بتاعي ده. فلوس يا نصاب. اوعى عينك. تقدر تنكر انك اديت لي شيك بدون رصيد؟ تقدر تثبت ده؟ ها؟ في قانون في البلد وفي اصول، وزي ما بيقول حضرة شاويش اهو، كل واحد يلزم حدوده، انت فاهم؟ الزم حدودك. ما تفكرش فيه. يلا بينا احمد. انت مش سامع الافندي اللي بيتخانق معاه بيقول له ايه؟ خلينا احنا بعيد. هو طلب مني ان ابعد عنه، مش من مصلحته ان حد يشوفنا معاه ولا من مصلحتنا احنا كمان. طيب وهو؟ هو هيعرف يتصرف. يلا احنا بينا. انا لا اقبله نصاب. وكمان انت هنا نصاب. انا مش نصاب. لا نصاب. انا مش نصاب. نصاب. ايه هتعملوا عركة كمان في الشارع؟ فضل تقعد قدام النقطة. انا موافق. قدام النقطة اهو. فضل بجد. يعني هو اداك شيك بالمبلغ بتاعك؟ حصل يا فندم. ولقيت له رصيد؟ بصراحة يا حضرة الضابط ايوه، انما يعني استرديت فلوسك بالكامل؟ استرديتها فعلا. بس وانت يا دكتور؟ اخد مني 500 جنيه استرليني واداني شيك بال 500 جنيه. اصل الموضوع يا فندم، ارجوك يا دكتور رد على سؤالي، انت عارف الساعه بقت كام؟ ايوه يا فندم، لكن الحكايه الوقت حضرتك بتقول انك اديته 500 جنيه استرليني، هو اداك شيك بكام؟ ب 650. يعني كنت بتسلف بالفايز يا فندم. يا حضره الضابط المساله، يعني الوقت حضرتك خدت منه شيك تبين انه بدون رصيد. تمام. الشيك معاك؟ دول اخدوه مننا في لندن. انت عارف معنى كلام حضرتك ده ايه؟ ان الاستاذ له ملف في اسكتلاند يارد. سيادتك ممكن تسال اسكتلاند يارد؟ يا فندم دول كانوا هيقبضوا علينا. ليه؟ اتضح ان الشيكات دي بتاعت شركه سياحيه في ليفربول اسمها امبيريال، وان الاستاذ رأفت سرق دفتر الشيكات منهم. الاتهامات دي خطيره قوي يا باشمهندس، دي معناها ان الاستاذ تليفون البيت 29347، تليفون المكتب 6 48 3 24. النمرتين دول ما تكتبهمش يا ليفي مهما كان الامر، ما تطلبنيش في نمره منهم الا للشديد القوي. رأفت يا هجان، مش هو ده اسمك؟ ايوه فندم هو ده اسمي. اسمك ايه بالكامل؟ رأفت علي سليمان الهجان. ايه رايك في الكلام اللي اتقال ده؟ ممكن لو سمحت يعني اطلب من سعادتك خدمه يا فندم؟ ممكن سعادتك تتصل باللواء محسن ممتاز في بيته؟ انت هتنصب هنا كمان؟ لا بس مش ما وبعدين سيبنا لما خلص كلامه. متكلم صح ده من البيت يا فندم، ما تسمعش كلامه، ده انسان متهور. بلاش كده بس عشان انت عايز فلوسك ولا عايز تضيع وقت؟ خلاص انا اسف، دلوقتي شوف بنفسك. قلت لي اكلم مين بقى يا سيدي؟ اللواء محسن ممتاز يا فندم. لواء حته واحده؟ ايوه فندم حته واحده. طب ايه رايك بقى ان الداخليه كلها ما فيهاش لواء بالاسم ده؟ لا ما هو مش في الداخليه يا فندم، ده لواء في الجيش كمان. وده في انهي سلاح بقى؟ هو في الحقيقه انا ما اعرفش هو في انهي سلاح، بس كل اللي اعرفه يعني انه ابن خالتي. بقول لك ايه يا رب، ما تشغلش فيها. مالكش انت دعوه. وبعدين بقى في الليلة. وبعدين في الليله اللي مش هتعدي دي. انا اسف يا فندم. مالكش دعوه، انت بكلم الضابط. مالكش دعوه. وبعدين وده نمرته كام بقى يا سيدي؟ 29347. اديني 29347 يا بكر. بقى ابن خالتك. ايوه يا فندم، ايوه يا ابن خالتي. الو سعاده اللواء محسن ممتاز، من فضلك. انا محسن، مين اللي بيتكلم؟ لا مؤاخذه سعاده الباشا، ان احنا ازعجنا سعادتك في وقت زي ده يا فندم. انت مين؟ ملازم اول اسامه الغامري يا فندم، ظابط نبطشي نقطه كوتسيكا. في ايه يا حضره الظابط؟ هو لا مؤاخذه سعاده الباشا، هو في واحد هنا له مشكله، ويعني بيقول انه يعني ابن خالته. لا مؤاخذه سعاده الباشا، يعني بيدعي انه ابن خاله سعادتك يا فندم. اسمه ايه؟ اسمه سعادتك اسمه رأفت علي سليمان الهجان يا فندم. ايه اللي جاب الولد ده عندك يا حضره الظابط؟ هو سعادتك هنا في دكتور بيدعي انه اداله شيك بدون رصيد في لندن يا فندم.
هو قدامك؟ ايوه ساعه الباشا. طب ادوني. اتفضل يا استاذ رافض. شو عشان نفس؟ شو عشان نفس؟ الو، مساء الخير يا ابي. ايه اللي حصل ده يا استاذ؟ ابدا، مجرد يعني سوء تفاهم بسيط من غير مقدمات. ايه اللي حصل بالظبط يا افندي؟ في يظهر شاب بيدعي ان انا اديته شيك بدون رصيد. بدعي؟ بلاش رب. انا بدعي رب. خلاص يا دكتور. خلاص يا دكتور. انا محترم. خلاص يا دكتور. خلاص. طب سيبك. محترم يا دكتور. سعادتك والله. وبعدين يا دكتور. اتفضل. هما دول بتوع لندن؟ ايوه يا ابي. وانت هتفضل طول عمرك كده؟ هتفضل طول عمرك مقصر رقبتنا وفضيحنا وسط الناس؟ انا مش فاهم هتفضل سبب المشاكل لحد امتى؟ هنعمل معاك ايه اكتر من اللي عملناه يا اخي؟ لا مدارس فرحت فيها ولا شغل استمرت فيه اكتر من شهرين. عايز ايه انت فاهم؟ ما هو يا ابي محسن. بلا ابي بلا زفت يا اخي. اديني حضره الضابط. افندم سعاده الباشا. انا اسف حضره الضابط، ازعجناك في وقت زي ده. لا يا فندم، احنا تحت الامر يا فندم. متهيألي مفيش غير انك تعمل لهم محضر عشان تخلي مسؤوليتك وتفرج عنه بضمان سكنه. وهو كذلك يا فندم. طبعا سيادتك عارف ان دي قضيه التهمه فيها مش واضحه ومفيش ادله لاثبوتها. لا يا فندم مفيش ادله. انا متشكر قوي يا حضره الضابط. قلت لي اسمك ايه تاني؟ ملازم اول اسامه الغامري يا فندم. اهلا وسهلا، تشرفنا يا سيدي. انا اللي تشرفت يا فندم. مع السلامه. لا ده ولد مجند عندنا، ابن ناس وعامل مشاكل كتير قوي. خش انت نام وانا هحصلك. افندم اهلا يا محسن. خير؟ اسمعني كويس ونفذ اللي هقولك عليه بالحرف الواحد، لانه مفيش وقت على الاطلاق. عملت حساب البواب؟ كل حاجة معمول حسابها. المهم ان ما حدش من اللي ودي يكون شافه. لو حد شافه هيتهد اللي عملناه في 6 شهور من اساسه. هيتهد من اساسه احسن. هو ده العنوان اللي انت حطيته في المحضر يا فندم؟ ايوه يا شاوي. يعني انت ليك ضباط؟ يعني انت ساكن هنا؟ ايوه ساكن هنا. ماشي. افتح يا بواب. افتح يا البواب. اسمه ايه؟ اسمه محسن. مين اللي عاوزه؟ انت البواب؟ خير يا شاويش. تعرف لفند دي؟ مين؟ رافض بيه؟ خير يا سعاده البيه. كلمني انا يا مواطن، انا اللي بسالك. تعرفه؟ ايه اللي اعرفه؟ ده رافض بيه الهجان اللي ساكن في شقه 62. قلتوا ايه يا بهواب؟ تحب اطلع معاكم لغايه فوق اوصلكم ولا كفايه لغايه كده؟ في حاجه في الله شر يا رافض بيه؟ اتصل لك بسعاده اللواء. يا مواطن اسكت، قلت لك خلينا نخلص. ماليش عاجبك تهديك. قلت ايه يا فندم؟ هقول ايه؟ كفايه كده يا شويش. طيب اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم تهديك. الرجاله فوق بقالهم حوالي 10 دقايق، وهدومه أكيد سليم لمها وسبق بيها على الشقة التانية. أستاذ رافض. مين؟ أنت لوحدك؟ أنتوا مين؟ اتفضل معانا. اتفضل معاك على فين؟ محسن بيه منتظرك في عربيته تحت. العربية نمرتها كام؟ 36-74. يعني أنت مش متأكد إذا كان إبراهيم سمع اللي حصل ولا لأ؟ اللي انا متاكد منه يا محسن بيه انهم بعد ما كانوا جايين ناحيتنا وبعد انا ما زعقت وقلت كل واحد يلزم حدوده وقفوا ورجعوا تاني. ايه تفسيرك لده؟ والله يا فندم ده ملوش غير تفسير واحد. ايه هو؟ انها تلفيقه مباحث. المباحث هتلفق له تهمه ان ادوهم شيك بدون رصيد؟ ما دام كل ما يمسكوه ما يقدروش يثبتوا عليه حاجه
يبقى اللي فولته هو. يا سلام، ايه الذكاء ده كله؟ اسمع يا مسيو عزرا، انا كل ما اقول حاجه تسخر مني سواء انت او سوسو، وفي كل مره بقى كلام انا اللي بيطلع صح. طب وهو هو ايه؟ هو كان بيقول ايه؟ بيتصرف ازاي؟ سالي ايزاك وريمون هم كانوا معايا. طب ما تقول لنا انت. كان بيزعق بعين وحسه، وهو اللي نادى على العسكري بنفسه ولم كل الناس، وقعد يقول ان البلد دي ماشيه من غير قانون وان دي تلفيقه. حب يورطهم. يورطهم؟ يورط مين؟ حكومه العساكر؟ هم دول بيهمهم حاجه؟ اهي لعبه وبيلعبها يا صابت يا خابت. وبعدين كفايه بقى ان هو قدر ينبه ابراهيم للي حصل له. صح، وهو ده بقى بصراحه اللي خلاني خلاك تسيبه وتطلع تجري، مش كده؟ اسمعي يا ساره، انا سبته ومشيت لان هو اللي طلب مني ده بدل المره 1000، وفي كل مره كنت بشوفه فيها كان بيطلب مني ابعد عنه، واخرها كانت الليله. واسالي بقى كل اللي كانوا قاعدين على القهوه، ثم انا ما كنتش اقدر اعمل له حاجه. ليه بيقدر يتصرف لوحده؟ طب اذا كانت تلفيه هيتصرف ازاي؟ هيتصرف. انت ما شفتوش بيعمل ايه في البوليس؟ انا بقى شفته وعارف هيتصرف ازاي، وكلها يوم ولا اتنين وهتلاقوه خارج زي العاده، ومش بعيد تلاقيه داخل علينا دلوقتي. يعني ايه؟ هنفضل قاعدين مستنيينه لما يشرف يا سي ابراهيم؟ انا ما بقولش نقعد، انا بقول ايه. في ايه يا سر؟ زي ما يكون سمعت خبط على الباب. أنا ليفي. افتحها يا سارة. مالك؟ إيه الحكاية؟ قفل الباب. إيه اللي حصل؟ آخد نفسي الأول. طب أقعد. تعالى جوه. بصوا من الشباك، شوف حد في الشارع ولا لا. خلي بالك ما تولعش النور. ايوه، بس ما كانش فيه طريقه تانية يا محسن. طريقه تانية زي ايه؟ انك تستنى يوم ولا اتنين لغايه ما تطمن على موقف الجماعه اليهود دول. طمن عليه يا حسن. تطمن اذا كانوا سمعوا حاجه ولا لا. طب ما يسمعوا. انت اتجننت؟ ده يدمر العمليه كلها. ما انا لازم افرض الاسوأ واتصرف على اساسه. لازم افرض انهم سمعوا باللي حصل بالفعل. اي تاخير في مقابله رأفت ليهم هيخلي شكوكهم تزيد. لو راح لهم بعد يومين وقال لهم انه كان مقبوض عليه، ممكن قوي يعرفوا انه ما كانش مقبوض عليه. ما تستهينش بيهم يا حسن. ايوه، لكن تفتكر ان اليهود ممكن يصدقوا انه هرب من البوليس؟ ايوه. طب وليه التفاؤل ده؟ لسببين. الاول انهم عايزين يصدقوا. اليهود بعد القبض على الاولاد بتوع ماكس بينيت وجون دارلينج محتاجين لبطل، بيدوروا على بطل يا حسن. ايوه، بس الهروب من البوليس مش حاجه سهله. ما تخافش على رأفت، ممكن يعرفوا من نقطه البوليس. لا، 7 الصبح قبل رشدي ما يخرج من البيت اكون رتبت معاه الامر. تفتكر هيوصل عندهم امتى يا محسن؟ زمانه وصل دلوقتي. هيلحق؟ انا اكدت عليه ياخد المسافه من نقطه البوليس لحد عندهم جري من غير ما يتوقف لحظه واحده. انت اتجننت؟ امال يصدقوا انه هرب من البوليس ازاي؟ دول ساكنين في الظهر. ما انا عارف. تفتكر رأفت يقدر يعملها؟ ضروري. نفسه هيتقطع. ما انا عايزه يوصل لهم نفسه مقطوع بالفعل يا حسن. وبعدين ايه اللي حصل؟ انا عرفت من اول دقيقه انها تلفيقه عاملاها المباحث علشان يقبضوا عليا ويبقى حبسي قانوني. تفتكر هما محتاجين لحاجه زي كده عشان يمسكوك؟ لا طبعا يا عزرا، مش محتاجين لحاجه زي كده، لكن لما يمسكوني بشكل قانوني يبقى شكلها احسن. عشان كده قعدت تزعق. لا يا عزرا، انا كنت بزعق علشان ابعد ابراهيم واللي معاه، لان ما كنتش عارف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. لكن انت هربت ازاي؟ انا اول ما دخلت نقطه كوتسكا حسيت ان الضابط قاعد مستنيني هناك والمحضر جاهز وكله اخر قليصته. المهم هربت ازاي؟ ولا حاجه، طلعت اجري. ايه؟
في حد في الدنيا يتصور ان متهم زي حالاتي يسيب الضابط اللي بيحقق معاه ويطلع يجري؟ طبعا لا، مستحيل. ايه الكلام اللي بتقولوه ده؟ اصل انا ضربتها في دماغي على طول يا عزرا، واخد بالك يا سوسو؟ اصلها خسرانه خسرانه، وبما ان المباحث لفقت لي تهمه يبقوا عاوزين يضايقوني كام شهر. ما يجراش حاجه بقى لما يزيدوا كام يوم كمان. برافو عليك. اصل ما كانش قدامي سكه تانيه. وهم سابوك تجري؟ وده سؤال برضو يا سوسو. ايه جري وراك؟ على بال ما خدوا بالهم كنت انا وصلت اخر شارع سليمان باشا، وما كنتش عاوز انا اكتر من كده. وانت ناوي على ايه دلوقتي؟ مفيش قدامي غير سكة واحدة. أنا خلاص وجودي في البلد دي أصبح ملوش لزوم. البوليس عاوز يمسكني بأي شكل. أنت مش كنت قدمت طلب هجرة قبل كده؟ مرتين يا سوسو. وردوا عليك؟ بالرفض يا سارة. هما عايزين منك إيه ولاد ال... مفيش داعي للشتيمة يا سارة. الشتيمة مش هتخرجني برا البلد. طب اسمع ليفي، بقولك إيه؟ ما تهرب. ايدي على كتفك يا إفراي. البنات هما نقطة ضعفك الوحيدة يا ليفي. لا مفيش. بس انا قلت يمكن انت تكون محتاج حاجه. بني آدم، تعرف لما تسيب نفسك لانفعالاتك وعواطفك ممكن يحصل ايه؟ يا محسن بيه، احنا ما بنلعبش يا ليفي، دي مش لعبة. في ناس كتير راحوا عشان ضعفوا قدام مشاعرهم. يعني الحق عليا اللي قلتلك؟ مش قصدي، ما كانش قصدي. وبعدين ما تخلينيش ارتبك قدامك. شوف يا ليفي، كل واحد فينا في نقطة ضعف. الإنسان القوي هو اللي يتغلب على نقطة ضعفه دي. وانت عيبك الوحيد الجنس اللطيف. الجنس اللطيف، عارف بالنسبة لك مش هيبقى جنس لطيف، هيبقى وحش مخيف. ما هو لو سيادتك كنت انت فاهم معنى اللي انا بقوله ده ايه؟ يا محسن بيه، يا محسن بيه، بالراحة عليا شوية. انت مش عارف ان انا خايف عليك؟ ما تخافش عليا يا محسن بيه، انا برضو انسان، مهما كان الامر انسان. شفت بقى؟ والمغريات هتكتر حواليك، وكل يوم هتكتر اكتر.
ممكن تتحط في سكتك من غير ما تاخد بالك. سيادتك مش بتثق فيا؟ انت ممكن تقع في الحب. اهو ده بقى اللي لا يمكن هيحصل ابدا ابدا ابدا. ليه؟ انت مش لسه قايل انك انسان؟ وعندي احساس يا فندم. واحسن بيه لو فرضنا اني حبيت واحده احبها هي هي. هي فلانه بنت فلان. لكن انا هبقى فاهم ومتاكد وواثق مليون في الميه انها ما بتحبنيش انا. ما بتحبش رأفة الهجان. لكن بتحب واحد تاني اسمه ليفي كوهين او ياكوف بنيامين حنانيا. ازاي احب واحده وهي بتحب واحد غيري؟ انا خايف عليك. عارف. اقسم لك بالله العظيم ثلاثة انا عارف ومتاكد انك خايف عليا. وحتى لو ما كنتش خايف عليا هتبقى خايف على البلد. انا زيك برضو خايف على البلد. وعلى قد ما بحبها على قد ما انا خايف عليها. توعدني؟ على قد ما اقدر. انا عايز وعد. يا محسن بيه يا محسن بيه اديني فرصة اتنفس. انت هناك في اسرائيل هتبقى لوحدك. وانت هتروح مني فين؟ انا؟ ده انت معايا في كل حتة. في كل لحظة وانت معايا. وانا يدوبك لسه كنت يعني بفكر في الموضوع. أليك عمال تقول لي عيب يا ليفي. غلط يا ليفي. موقفك يا ليفي. امنك. سلامتك. مصلحتك. نقطة ضعفك. يا محسن بيه. يا محسن بيه انت مش ملاحظ ان بقالي حوالي ست شهور عمال اتلطم ما بين السجون والاقسام والمشي في الشوارع والقعاد على القهاوي والسمسرة والمحايلة. يعني حرام. حرام يعني لما اخد نفسي زي بقيت خلق الله. انا عارف. انا عارف ومتأكد اني هبقى هناك لوحدي. لكن عارف برضو ان ربنا سبحانه وتعالى هيبقى معايا وهيسامحني. على فكرة محسن بيه ما تبصليش من بره. انا مؤمن قوي وموحد بالله قوي وقلبي عمران بالإيمان وعارف إني هنجح. أنا عارف ده كويس. لكن هترجع وتقول لي جل من لا يخطئ. طب افرض يعني افرض يعني إني غلطت وانكشفت هيعملوا فيا إيه يعني؟ هيعدموك. طيب خلينا في المفيد. خلينا في المفيد. خلينا في المفيد. ايه بقى المفروض ان انا اعمله دلوقتي؟ تقدم طلب هجرة. اقدم طلب هجرة ازاي وانا هربان من البوليس؟ عشان كده الطلب ده هيترفض. طب واخرتها؟ هيهربوك هما بمعرفتهم. ايه مالك؟ تسمح لي اهزر مع سعادتك يا محسن بيه؟ هزر يا ابن الجنيه. يعني ايه ساب البيت وخرج في ظروف زي دي؟ مسيو صروف ليه في حاكم رايه؟ وازاي تسيبيه يخرج يا سار؟ انا حاولت معاه مفيش فايده. وبعدين هو قال لي ان عنده شغل. شغل؟ شغل ايه؟ معرفش ما قاليش. ده متهم رح يمسكوه. ما اعتقدش. اصل اللي زي ليفي كوهين وبعد اللي عمله امبارح في نقطه كوتسيكا بيبقى عارف هو بيعمل ايه بالظبط. لا قولي لي يا سارة. شالوم. ايه يا حبيبي ازاي تخش من غير ما تستاذن؟ اسف مسيو صروف. اسف يا خواجه. ايه حصل ايه؟
مسيو إبراهيم برا عايز يقابلك. إبراهيم؟ إيه اللي جابه هنا دلوقتي؟ مش ده المهم، خليه يطلع. اتفضل. برضو مسيو صاروخ، بس كان لازم أجي. في إيه إبراهيم؟ تعال حبيبي. ايه الحكايه؟ شلو عايز حاجه اخوك؟ سلامتك مسيو صاروخ، سلامتك. ايه الحكايه؟ البوليس جه المحل. المحل؟ ايوه، وخدوني على نقطه كوتسكا. بتهمه ايه؟ قالوا ان بعرف ليفو كوهين وبقعد معاه، وسالوني هو فين. حصل امتى الكلام ده؟ اول ما دخلت المحل على طول، دخلوا ورايا زي ما يكونوا كانوا مستنيني. وعملوا معاك ايه؟ حققوا معايا وبدوني على اقرار. بايه؟ اني لو شفت ليفي كوهين او عرفت هو فين ابلغهم، والا ابقى شريكه. الاقرار ده مش قانوني، كلام فارغ ولعب عيال، يبلوه ويشربوا ميته. الدنيا مقلوبه في النقطه. ازاي؟ كل الناس بتتكلم عن هرب ليفي، وسمعت طرطيش كلام كده. سمعت ايه؟ احكيلي. الظابط اللي كان له ماتشي خدوه على الداخليه وبيحققوا معايا. وسمعت ايه كمان؟ راحوا استنبيلوس. وعرفت ازاي؟ النقطة قريبة من القهوة، لما افرجوا عني قلت اشرب فنجان قهوة واجي. وشفت مين هناك؟ مفيش حد مننا بيروح الصبح، لكن توني صاحب القهوة كان بيشد في شعره. وليفي؟ ليفي؟ معرفش عنه حاجة. تلاقيهم مسكوه. مسكوه؟ ليه؟ هو مش في الشقة؟ ما قالش هيرجع امتى؟ لا، ما قالش حاجة. مفيش معاد؟ لا، ما كانش لازم تسيب الشقه ابدا يا ساره، لان هو كان ممكن يرجع في اي وقت. بقول لكم ايه، انا مش عايز حد يروح الظهر خالص اليومين دول. وانت يا إبراهيم تبلغ اخوك موريس باللي حصل، وتخرج من هنا على المحل على طول، تتصرف كان مفيش حاجه حصلت. دي مش اول مره يتقبض عليك فيها. انا مش عايز حد يحس ان في حاجه غريبه حصلت. مفهوم؟ مفهوم يا خواجه، بس اذا ليفي جه تبلغه باللي حصل وتخليه يجي شقه الظهر على طول. يلا يا حبيبي اتحرك. ايه يا عزم؟ ايه؟ انا شايف انك مش مطمن. عايز الصراحة خواجة صروف، انا فعلا مش مستريح ابدا. اسمعوا الكلام اللي حولكوا عليه ده كويس قوي، نفذوه بالحرف الواحد عشان كلنا نطمن. مالك يا سارة؟ إلا مالي، أنا قاعدة من الصبح منتظراك. معقولة؟ أصل أنت ما تعرفش إيه اللي حصل النهاردة. أنت دلوقتي هتقولي لي على كل اللي حصل. البوليس كان بيدور عليك في كل حتة النهاردة. ده أمر طبيعي، ما فيهوش يعني شيء غريب. ومسكوا إبراهيم. إمتى؟ النهاردة الصبح. ليه؟ عشانك طبعًا، وأفرجوا عنه لما مضوه إقرار إنه يبلغ عنك إذا شافك. كده وراحوا لك استنبيلوس، وابراهيم قال لعزرة ان الخواجه توني صاحب القهوه كان مضطرب جدا. اكيد. والخواجه صاروخ زعلان منك. زعلان مني ليه؟ علشان انت خرجت وسبت البيت. هبقى صالحه. بيقول لك ما تخرجش الا لما يجي لك. يجي؟ يجي فين؟ هنا. هيجي امتى؟ زمانه في الطريق. ما
مالك يا ساره؟ سارة احنا في ظروف. انا ما تهمنيش الظروف، ما عادش تهمني اي حاجة الا انت. معقولة؟ قول عليا مجنونة، قول اي حاجة. انا فعلا بحبك وخايف عليك. ده اكيد الخواجة صروف. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا عفيفي، ايه الاخبار؟ الخواجه صروف دخل البيت من دقيقه ونص. ايه؟ مين؟ الخواجه صروف بتاع الوكاله اللي في الموسكي. لوحده ولا كمان حد؟ عبد السلام كان ماسك نصه الشارع وبيقول ان صروف كان مستني من حوالي نص ساعه في عربيه ملاكي مش بتاعته، وكان معاه سوسو، وان ليفي عدى عليهم ولا خدش باله منهم خالص. بعد شويه صروف ساب العربيه ونزل لوحده وساب فيها سوسو. عبد السلام مشي وراه لحد ما دخل العماره. حد تاني طلع للسارة؟ العمارة دخلها وخرج منها ناس كتير يا فندم. تفتح عينك كويس، قول عبد السلام يرجع مكانه ما يسيبوش مهما كان الأمر. انت قاعد ولا تيجي أعزمك على العشاء في حتة كويسة؟ مالك يا محسن؟ الجماعة اليهود نصبوا كمين لرأفت حسن. يعني ايه الكلام ده يا كوب؟ يعني انا ما اقدرش اقعد هنا وانتوا بتصرفوا عليا يا خواجه صروف. احنا مين؟ انت بالذات يا خواجه. ما يبقاش دماغك ناشفه زي ابوك وتودي نفسك في داهيه. البوليس بيدور عليك من ساعه الحمله المهببه اللي انت عملتها امبارح. ومن امتى يعني البوليس ما بيدورش عليا؟ تقوم عايز ترمي نفسك في النار؟ انا عارف انا بعمل ايه. انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ هقدم طلب هجره. عايز تروح لهم برجليك؟ انا ليا اساليبي. انت مجنون. اصل انا ما عادش قدام مني سكه تانية يا خواجه، خلاص البلد دي شغل فيها بقى مستحيل، ومع الحصار اللي عاملينه المصريين عليا حاسس يعني ان بقيت عبء عليكم ومش هقدر اعمل حاجه. انت مش لازم تستنى في البلد دي ولا دقيقه. ليه يا خواجه؟ حتى لو قدمت طلب هجره من غير ما ياخدوا بالهم منك مش هيوافقوا. ايوه بس ده ما يمنعش برضو اني اجرب حظي. انت لازم تسمع كلامي. هو انت قلت ايه بس يا خواجه؟ انت لازم تسيب مصر الليله. ايه؟ في عربيه نمرتها 55 66 هتستناك عند الفجاله في شارع الملكه الساعه 3 بالليل. عربيه ايه دي؟ عربيه هتاخدك على اسكندريه. اسكندريه الليله؟ ايوه، ولازم تبقى هناك حوالي الساعه 7 الصبح قبل الناس ما تصحى. هناك فين؟ بكره تعرف. لا انت عايز ايه بالظبط؟ لا انا لازم اعرف انا رايح فين وعند مين وليه قبل ما اخطي خطوه واحده من هنا. عاجبكم تشتغلوا بشروطي اهلا وسهلا، مش عاجبكم سيبوني وانا اعرف ادبر حالي. ليفي وبصراحه كمان انا زهقت. انا لما كنت بشتغل لوحدي كنت مستريح، كنت عارف راسي من رجلي، كنت مدوخ المصريين والانجليز وقبل منهم الالمان، ما عرفوش ياخدوا مني حق ولا باطل. معلش يا حاج صروف انا اسف، وفي نفس الوقت متشكر قوي على اذنك. خايف عليك يا حبيبي. يعني انا اللي مش خايف على نفسي يا خواجه؟ انت متهوى. هي يعني دي اول مشكله ادخلها يا خواجه صروف؟ طب انت عايز تعرف ايه؟ عاوز اعرف كل حاجه من البدايه. تعال يا حبيبي، تعال اقعد هنا وانا هقول لك. العربية هتاخدك على بيت الخواجة سمحون. شر سمحون بتاع اسكندرية؟ انت تعرفه؟ لا معرفوش، لكن سمعت عنه. سر هتسافر معاك عشان تقدمك بنفسها للخواجة شر. هو عايش لوحده مع بناته بس من يوم المرحومة مراته ما مات. تعتقد يعني خواجة صروف ان بيت الخواجة شال السمحون ده هيبقى امان بالنسبة لي؟ انا متفق معاه على كل حاجة، مفيش حد هيعرف انك هناك ولا حتى الخدمين. ازاي ده بقى؟ في اوضة فوق عندهم كانت المرسم بتاع اليس ام البنات،
ما فيش حد بيدخلها ولا حتى الخدمين. الأوضة دي بقى أنا اللي هعيش فيها. بالظبط كده. يعني هخرج من سجن لسجن. كلها كم يوم يا حبيبي لحد ما نلاقي طريقة نخرجك بيها من البلد. اسمع الكلام يا حبيبي، العساكر اللي ماسكين البلد اليومين دول مالهمش أمان. هي قلت إيه؟ أبوك كان كده يا سار. بنيامين طول عمره كانت دماغه ناشفة. ايوه ايوه يا عفيفي، خرج لوحده. طب فتح عينك كويس. صاروخ خرج؟ في حاجه خطيره خلته يروح حسن. اكيد في كمين منصوب لرأفت. اكيد. مالك يا ساره؟ ما تسافرش ليفي. ليه؟ من غير ليه ما تسافرش. حتى انت يا ساره، انت ايه؟ ما تعبتش؟ عايز تقولي ايه؟ انا مش عارفة ايه اخرتها. بس انا متهيألي انك عارفة ايه اخرتها. هتقولي اسرائيل؟ عندك حل تاني؟ مش عارفك ان في اسرائيل هيبقى احسن من هنا. لاحظ انك لازم تبقى بطل صهيوني. الالمان عذبوا ابوه وامه في المغرب، وان حلم حياتك انك تهاجر اسرائيل زيك زي اي يهودي متحمس او متعصب كمان. ثم ان اللي ماتوا ماتوا، واللي راحوا اسرائيل راحوا وترسقوا خلاص. غريبة. الغريبة هو اللي احنا فيه ده. مارسيل نيني ومرمية في السجن بقالها كذا شهر، وقدامها كذا سنة. عملت ايه؟ طب قولي احنا عملنا لها ايه؟ سارة، سارة انت اللي بتقولي الكلام ده. عشان بحبك. احبك يا ليفي. مش عارفة جرالي ايه لكن بحبك. طب تعالى نتجوز ونعيش هنا. ما احنا عايشين هنا كويسين. وبعدين احنا مولودين هنا، بلاش انا نتجوز ولا بحاوش قرشين نطلع بيهم على فرنسا. ليفي قلت ايه؟ قلت ايه يا حبيبي؟ قلت ان انت اتجننت. عشان بحبك وخايفة عليك. انا مش عارف، مش عارف ازاي انت بتشتغلي معانا حبيبي. انا مش عارف ازاي ابقى بطمن لك واسافر معاك. رايح فين يا ليفي؟ مالكيش دعوة. ليفي استنى، استنى يا ليفي. انت اللي زيك ما ينسنيش. أنا هكون في المعاد في شارع الملك. خرج؟ بس برافو عليك يا سارة. تصوري يا حياتي، أنا نفسي صدقتك. عايز إثبات أكتر من كده إيه يا عزرا؟ أنا سارة، أنت بتبكي روحي؟ برافو عليك يا ليفي، 10/10. على إيه يا فندم؟ عايز تعرف؟ يا ريت. عشان اللي أنت عملته مع سارة. مش سعادتك اللي قلت لي اني لازم اكون صهيوني اكتر منهم؟ عشان انت التزمت باللي اتفقنا عليه، نفدت من الكمين اللي كان معمول لك. كمين؟ عزرا كان في البيت وانت هناك. عزرا؟ بعد ما خرجت بتلت ساعة تقريبا واتطمنوا انك بعدت عن البيت خرجوا سوا. هم مين؟ سارة وعزرا، واكيد راحوا لصاروف عشان يدوله تمام. مش فاهم. فاهم ان اليهود بيلعبوا يا ليفي. طب فهمني. لسه في شك حوالين شخصيتك لحد دلوقتي ولحد ما تروح اسرائيل كمان. يا نهار اسود، عزرا هو اللي بيشك فيك. هو عزرا ده انا مش نازل له منظور. لا، مساله مش مساله استلطاف، المساله ابعد من كده بكتير. ازاي يعني؟ لاحظ انهم ما يعرفوش حاجه عنك. الحكايه اللي انت قلتها لهم ثم صحيح اقتنعوا بيها، لكن تفضل نسبه شك لازم يتاكدوا منها. عشان كده كل ما تملكت اعصابك وكل ما سيطرت على عواطفك وكل ما التزمت باللي احنا اتفقنا عليه، كل ده ما كان أأمن لك.
يا ولاد ايه مالك؟ انت صدقت سره؟ صدقتها؟ الا صدقتها؟ ده انا مش عارف اتملك نفسي لغايه دلوقتي. كويس ان ده حصل لك وانت في مصر. يعني طول ما انا في اسرائيل بقى مش لازم انام. معنى كده انك وصلت عندهم لمستوى لازم يتاكدوا فيه انك منهم 100%. صروف وشارل سامحون اللي انت هتروح لاسكندريه. انا صحيح ما عنديش معلومات مؤكده، انما بالاستنتاج ممكن نوصل للحقائق. حقائق زي ايه يعني؟ زي ان شارل بالذات هو اللي هيقربك من اسكندريه لاسرائيل. وش معنى اسكندريه يعني؟ يعني ما اقدرش اقول لك دلوقتي، انما بالتاكيد في حاجه مهمه هم بيدبروها هتسهل خروجك من البلد. الحاجه دي انت بنفسك هتعرفها في وقتها. ثم ان اسكندريه مينا واسعه، مراكب داخله خارجه فيها، وكل مركب بتروح حته. وده هيحصل امتى؟ بلاش تسال السؤال ده. ليه؟ لانك ممكن تقعد فتره طويله على ما يقدروا يخرجوك، وممكن يفاجئوك في اي لحظه. طب ايه المطلوب يعني ان انا اعمله دلوقتي؟ نتفق الاول هنتقابل ازاي في اسكندريه. انا مش عاوز اسافر. ليه؟ انا عاوز اشوف شريفه. شريفه كويسه، وطارق بومب واخواتك بخير. برضه انا عاوز اشوف شريفه. الله، ما انت هتشوفها يا محسن بيه. مش ممكن، مش ممكن تكون ساره كدابه. شفت جالك كلامي؟ هترجع سعادتك وتقول لي ان نقطه ضعف هي الجنس اللطيف، بس اللي حصل ما كانش نقطه ضعف. امال كان ايه؟ كان احساس. حط احساسك في ثلاجه. ما اعرفش. امال لو شفت بنات شارل سامحون هتعمل ايه؟ يا بيتي كان دول اجمل من ساره بكتير. حلوين يا بيتي. حسك عينك. خلاص، لو انك وقعت في كمين زي اللي اتنصب لك الليله اديك في بلدك واحنا جنبك، انما في اسرائيل هتروح فين؟ حبل المشنقه. بالظبط كده. بس انا برضو عاوز اشوف شريفه. طب مش نتفق الاول هنعمل ايه في الكام يوم الجايين دول؟ وهو كذلك نتفق. قعدنا هنا الساعة 12 شلون. في نفس المكان؟ نفس المكان. اتفضل يا سيدي. المفروض دلوقتي نعمل ايه؟ هنتمشى على الكورنيش لغاية البيت. أنا مش عاوز أعتذر لك عن اللي قلته امبارح. أنا ما طلبتش منك اعتذار. مش عشان اللي قلته. أمال علشان ايه؟ عشان فعلا أنا حاسة بكده. ليفي أنا بحبك حقيقي. شوف يا سارة، أنا عشت عمري كله أحارب عشان اللي زيي واللي زيك يبقى لهم حتة يتاووا فيها، يبقى لهم وطن ينتموا إليه، يبقى لهم بيت يعيشوا فيه. طب ما احنا لينا وطن ولينا بيت عايشين فيه. الألمان سجنوني، والطليان طردوني، والإنجليز قبضوا عليا، والمصريين اضطهدوني، وبرغم كده ما فكرتش إني أهرب أو أنسحب أو أتقهقر، ولا إني أدور على قرشين واشوف اي جيت في اي بلد اوروبي واعيش فيه. ليفي انا بحبك. لولا ان قعادي في البلد دي ما بقالوش لازمه، والبوليس بيحاول يطاردني في كل حته وبداوا يلفقوا لي تهم، ما كنتش اسيب البلد دي غير اخر واحد، بعد ما اطمن عليكم كلكم انكم رحتم اسرائيل وعايشين هناك في امان. مش ممكن، مستحيل. ايه هو اللي مش ممكن ومستحيل؟ انت متخيل اللي كانوا عايشين هنا وخرجوا من مصر كلهم راحوا اسرائيل يا ليفي؟ هو في مكان تاني يروحوا له؟ تفتكر مسيو صروف ولا مسيو سامحون ولا حتى عزرة
لما يطلعوا من هنا هيروحوا على اسرائيل؟ سارة انت اكيد اتجننتي. من الاف السنين واحنا متبعترين في كل حتة، في كل بلد شوية وفي كل وطن مجموعة، وكل الناس اللي ليهم اوطان مش قابلنا فيها. مستحيل، مش ممكن واحد زيك يكون حلمه بالشكل ده. لا ده مش حلم يا سارة. يلا بينا، قدامنا تلت ساعة على المخدمين يوصلوا، والمفروض ان احنا ندخل من باب الجنينة الوراني. يلا. ليفي، مش عارف اذا كنت هشوفك تاني ولا لا. اكيد هشوفك في اسرائيل، بس عايزك تعرف حاجة واحدة بس. ايه هي؟ انا حبيتك، حبيتك حقيقي، لانك حاجة تانية، لانك حد تاني. حلو من باب بيت. وي بابا، وي بابا. بلاش كلام كتير، نسيه حنانيا مش زي اي حد. داكوف بابا. الاوضه جاهزه فوق ماجي؟ جاهزه بابا. بيت مش لازم تطلع عنده خالص، انت بس اللي تشوفي كل طلباته. وي بابا. بونجور بيت. بونجور سارة، الحمد لله على السلامة. مسيو ليفي كوهين، هو اسمه مسيو كوهين ولا مسيو حنانيا؟ انت تحبي اني اسم فيهم؟ انا بحب اسمك انت. ايه رايك يا سارة؟ هاظن ندخل بقى ونقفل الباب قبل حد من الخدمين ما يوصل. عبده بيغسل العربية؟ وي بابا. في حد معاه؟ نو بابا. قد كده وحشتين بابا. هو اسمه مسيو كوهين ولا مسيو حنانيا؟ اهلا مسيو حنانيا. اهلا مسيو سامحون. طبعا انت تعرفت بايفيت بنت الصغيره. طبعا تشرفت. ماجي بنت الكبيره. اهلا وسهلا بيك مسيو حنانيا، يا ريتك ترتاح معانا هنا. انا متاكد من كده. ماجي هي اللي هتبقى مسؤولة عنك طول ما انت موجود معانا مسيح حنانيا. هي الأوضة اللي فوق كانت مهجورة من سنين، لكن أنا متأكد إنها هتبقى مريحة لك وأمان. زمان الخدمين هيوصلوا، أنا أفضل إنك تطلع تستريح، وبالليل هيبقى عندنا فرصة نتعرف ببعض أكتر. اتفضل معايا. هتيجي الطباخ وصل. إيفات استنى، اتفضل معي. اشوف وشك بخير يا سارة. اشوف وشك بخير يا ليفي. اه، هو اسمه ليفي ولا يعقوب؟ اتفضل معي. ايفات افتحي الباب. الأوضة مقفولة من زمان، إنما أنا بحبها قوي. بلاش تفتح الستارة، لأن الخدمين عارفين إن الأوضة مقفولة على طول. ممكن تفتحها بالليل من غير ما تنور النور. أنا هجيب لك الفطار بعد شوية، تحب تفطر إيه؟ لا، أنا مش عاوز الفطار. ليه؟ لأن أنا عاوز أنام. في هنا ثلاث بيجامات. ياه، ودول هنام بيهم كلهم بقى ولا ايه؟ لو الوانهم ما عجبتكش يبقى ذوقي وحش، لان انا اللي منقياهم من عند سيكوريل. من عند مين؟ من عند سيكوريل. سيكوريل؟ انت انسان وممكن تقع في الحب. أهو ده اللي مش ممكن هيحصل أبدا أبدا.
تشوفه ضروري. مش لازم نصحيه ايفات لانه اكيد تعبان قوي. بابا قال لي صحيه اذا كان لسه نايم. بابا هو اللي قال ماجي. انا لبت كتير ولا ايه؟ انت لبت كتير قوي. انت لبت طول النهار. احنا دلوقتي بالليل. حتى بص من الشباك. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 8. معقولة؟ لو عايز تنام تاني انا ممكن اجيب لك العشاء هنا. هنا ايه؟ بابا قال لازم ينزل. ايفات هو اللي قال كده. اوكي اوكي قول لبابا انا جاي حالا ماجي. ده بيضحك ماجي. يلا بينا مستنينك على العشاء مسيو حنان. ماجي. وي ياكوف. اسمي ياكوف. داكور ياكوف. داكور ماجي داكور داكور. ان شاء الله تكون مستريح في الاوضه فوق. ارجو اني ما اكونش ضيف تقيل عليكم. بيتهالي اننا لازم نقعد مع بعض شويه. انا تحت امرك مسيو سمحون. انا في اوضه المكتب وهكون في انتظارك اول ما تخلص عشاك. لا انا خلصت. انت مستعجل ليه؟ بابا بيحب يسمع مزيكا لغايه الساعه 10 وبعد كده بينام. لا ما انا هقعد مع بابا شويه وبعد كده اسيبه يسمع مزيكا براحته بقى. انت عارف انا مش بحب انام بدري. ايفات اتفضل معايا مسيو حنانيا. اتفضل مسيو سمحون. انت اتجننتي ليه ماجي؟ ازاي تقولي حاجه زي دي؟ اصل هو مش ببصلي. انت اكيد اتجننتي. حتى انا شفت انت بتبصيله ازاي وعملت زيك. بس هو مش عايز ياخد باله مني. بابا لو عارف حاجه زي دي هيزعل منك خالص. ما هو بابا زعلان مني على طول. انت عارفه هو مش حلو بس زي ما يكون عنده مغناطيس مش كده؟ طبعا انت عارفه ان مفيش خدامين ولازم تساعديني. إيفيت قالت لك اني بحب المزيكا لكن للاسف المزيكا اللي عندي كلاسيك. للاسف. يتهيألي ان جيلكو مش بيحبها. يعني يمكن يكون ده رد فعل طبيعي لرفض جيلكو من الموسيقى الحديثه. وهي دي مزيكا يا كوب. يعني بس اكيد ليها طعم ولو انه مش دايم. بتحب الكلاسيك؟ مش في كل وقت. طبعا انت عارف ان وجودك هنا محاط بسرية كاملة. مفيش حد يعرف اسكندرية انك موجود غير ماجي وإيفيت. ارجو هذا. تقدر تطمن تمام. انا احب اطمن بنفسي. طول ما انا هنا عشان اسمك وسمعتك في البلد لازم اتأكد بنفسي ان البيت مش مراقب من البوليس المصري. لا من الناحية دي ما ينفعش. مش فاهم. اكيد انت سمعت حاجات كتير عن حياتي مسيو سمحون. وازاي هتطمن بنفسك؟ ابدا. كل يوم بالليل هخرج من باب اللي ورا واتفسح شويه على الكورنيش وارجع تاني. بالليل بتبقى الدنيا هاديه وكشف المراقبه بيبقى اسهل. واذا اكتشفت انهم عرفوا مكانك مش هرجع هنا تاني ومش هتكلم حتى بالتليفون. لان لو كان البيت مراقب يبقى كمان التليفون مراقب. وازاي نعرف اخبارك؟ اكيد يعني هلاقي وسيله ابلغك بيها. اقدر اسال انت نويت على ايه في المستقبل؟ واكيد مسيو صروف قال لك ان مفيش قدام مني وسيله تانية غير سكه الهجره. قدمت طلب؟ في الحقيقه قدمت طلبات كتير وكلها اترفضت. طب ازاي؟ مش سمحون ما تشغلش نفسك انت. اسكندريه مينا كبيره وفيها مراكب كتير من مختلف الجنسيات. في عندك خطه؟ في الحقيقه لا لكن يمكن بعد اسبوع او اتنين اقدر اعرف انا ممكن اعمل ايه. طيب خلي بالك من نفسك. انا هخرج دلوقتي شويه.
تخرج ازاي ولما يمسكوك؟ يبقى عليك انك تخرجيني. ساعه كتير وهرجع تاني. لا انا مش ممكن اخليك تخرج. ماجي انا اذنكم. بابا مسيو حنانيا عارف هو بيعمل ايه. ماجي هو عارف بيعمل ايه. يا اسطى على فين العادي؟ المشكل يقول لي ما ينفعش سكه المزيد كلها مسالك. الاخ مصطفى عبد العظيم هو اللي هيبقى يقابلك في اوروبا. اوروبا؟ طبعا. امال هيقابلك في اسرائيل؟ يا الحكاية قربت ولا ايه؟ ده يتوقف على شارل سمحون. الراجل ده محسن بيه زي ما يكون مخبي حاجة، زي ما يكون في حاجة جواه عاوزة تطلع وهو مخبيها. حاجة زي ايه؟ زي انه محتاج لبدل جديدة، قمصان، ملابس داخلية، شرابات. انزل اجيب له بكرة بابا. بلاش انت تجيبي كل حاجه ماجي. ايفيت ما تعرفش تشتري الحاجات دي. انا هتصرف. قلقانه؟ اصلي حاسه انه تعب قوي ولازم يرتاح بقى. كلنا تعبنا في شبابنا ماجي، كلنا تعبنا في شبابنا. بس الحاجه اللي انا مندهش لها محسن بيه الكلام اللي قالته ساره واحنا على الكورنيش. كلام ايه بالظبط؟ يعني بعيد عن نقطة ضعفي والحاجات اللي زي كده، سارة لما كانت بتتكلم عن اليهود والهجرة لإسرائيل كانت صادقة جدا، ويمكن كمان كنت صعبان عليها. فدي معاك حق. يعني ايه؟ تفكر ان اليهود اللي بيخرجوا من هنا كلهم بيروحوا إسرائيل؟ امال بيروحوا فين؟ اي حتة في العالم، فرنسا، ألمانيا، انجلترا، امريكا الجنوبية. امال اسرائيل؟ لا، اللي بيروحوا اسرائيل نسبه صغيره قوي منهم. معقوله الكلام ده محسن بيه؟ انا قلت لك الكلام ده قبل كده وبكره هتشوف بنفسك. اللي اسمعك يقول اني ممكن اسافر بكره. احتمال. طب انا عاوز اشوف شريفه. انت لازم هتشوفها قبل ما تسافر. لازم. تفتكر سعادتك سمحون وصروف اتفقوا على ايه بالنسبه لي؟ لا، صروف دلوقتي ملوش دعوه بيك خالص. ازاي بقى؟ مش هو اللي لا، المسؤول عنك مسؤولية مباشرة دلوقتي هو شارل سمحون. صروف ملوش الحق كمان انه يتدخل. تفتكر سعادتك يعني ممكن اسافر امتى؟ خايف يا رفض. انت عايز الحق ولا ابن عمه؟ الحق طبعا. مرعوب. انا مرعوب. اخبار ماجي وايفيت ايه؟ حلوين ابي، حلوين قوي. رفض، تعرف سعادتك انا بحب اشوفك اليومين دول ليه؟ ما تهربش عشان بتناديني وبتقول لي يا رفض. تصور يا مصطفى بيه من ساعه ما قابلني وهو عمال يقول لي يا ليفي يا ليفي، لما خلى عيشتي بقت ليفي خالص. اظن كده بقى كفايه لان في الناس منتظريني. اذا حصل اي حاجه اتصل بيا فورا. أنا خايف أوي يا محسن بيه، خايف حقيقي. مادام خايف يبقى لازم هتنجح، لازم. بابا؟ بونسوار بابا. بونسوار إيفيت، ها إزيك النهاردة؟ كويسة، بس مسي ماجي بابا. مالها ماجي؟ من يوم ما مسيو حنانيا جه هنا وانا طول النهار قاعده لوحدي هنا وهما طول النهار قاعدين مع بعضيهم فوق. خلاص هانت. بابا وي شيري، هي ماجي بتحب مسيو حنانيا؟
مش عارفة يا كوف، مش عارفة. لازم تعرف يا ماجي. مش عاوز أعرف كمان. كل اللي أنا عارفاه إن الثلاث أسابيع اللي أنت قضيتهم معانا هنا بقوا زي ماجي، زي ما أكون معرفتش عايش إلا لما شفتك. أنا حياتي صعبة، صعبة جدا. صعبة مش علشانك، صعبة علشان كلنا نعيش كويس. ماجي أنا ممكن أسافر بين يوم وليلة. وهو ده اللي معذبني. ليه يا ماجي؟ ما أنت ممكن تحصلوني بعد كم شهر في إسرائيل. إيه؟ بتبصيلي كده ليه؟ أدخل. في حاجة يا بيت؟ بابا عاوزك. وأنت مسيو حنانيا، تعمل حسابك إنه الخدامين هيمشوا بعد 10 دقايق، يعني العشاء هيكون جاهز على طول. بردون، اتأخرت عليكم. بونسوار مسيو سامحون. بونسوار ياكم. ياكوب. وين مسيو سامحون؟ مش بعد العشاء نقعد مع بعض شوية؟ افيك بليزي مسيو سامحون. بعدين بقى في ايه ايفت؟ الاكل بارد ماجي، انا شبعانه. بارد ايه؟ الاكل سخن، سخن جدا. الاكل سخن يا ماجي. ما فكرتش يا ياكوف انت ناوي على ايه في الايام اللي جايه؟ والظاهر ان اقامتي عندكم طولت اكتر من اللازم يا مسيو سامحون. طولت؟ ايه اللي يخليك تفكر بالشكل ده؟ يعني انا بقالي هنا حوالي 3 اسابيع اهو. حتى لو كانوا 3 سنين بلاش تفكر بالشكل ده. أنا ما فيش قدام مني غير الهجرة. أنا فكرت كتير ولقيت إن حياتي في مصر أصبحت مستحيلة. أي حركة ليا بقت مقيدة بالخوف من البوليس، وبالتالي بقت من غير فايدة. عشان كده شايف كمان إن مجرد وجودي في مصر هيخليني عالة عليكم. وناوي تخرج إزاي؟ هو في قدام مني كذا فكرة بس كلهم خطر. انا عندي طريقه. مضمونه 100%؟ نسبه المخاطر 0%. قول لي عليها. اعمل معروف يا مسيو سامحون. انا كان ليا ابن في نفس سنك بالظبط، مولود في نفس السنه اللي انت اتولدت فيها، بس كان اسمه ديفيد. لما اتولد طلعنا له شهادة ميلاد، ولما مات كان عنده 3 سنين ما طلعناش شهادة وفاة. ديفيد مات من 24 سنة.
مات بالتيفون. هو لسه في نظر الحكومة المصرية حي، لسه عايش لحد النهاردة. أنا حديك اسم من النهاردة، حيبقى اسمك ديفيد شارل سامحوني. مش هنطلع طلب هجرة لأبدا، احنا هنقدم طلب سفر للخارج عشان السياحة، وأول ما تخرج من مصر هتبقى في أمان. بس المصريين هيعرفوا إني خرجت، ويمكن يعرفوا. ولا يهمك، سيب المصريين علي أنا. مسيو سامحوني. بابا، من النهاردة أنا اسمي بابا. مالك حبيبي؟ عاوز اقعد شويه لوحدي يا ماجي. بنوي ياكوف، من فضلك يا ماجي بلاش نسهر الليله. بنوي يا فات. بنوي مستر حنانيا. بابا، ايه اللي حصل؟ ايه الحكاية؟ تعالي إيفيت. بابا، ايه اللي حصل؟ بتحبيه ماجي؟ الا بتحبه. بتحبيه؟ قوي جدا خالص. انت عارفة يا كوف حياته شكلها ايه؟ كل يوم في بلد وكل يوم في بيت، والبوليس بيدور عليه في كل حتة. إيفيت، ماجي، ياكوف هيسافر خلاص. أنا حسيت كده، حسيت ده هيسافر بابا. إسرائيل. الأخ مصطفى عبد العظيم هو اللي هيبقى يقابلك في أوروبا. أوروبا؟ طبعا. أمال هيقابلك في إسرائيل؟ يا الحكاية قربت ولا إيه؟ خايف يا رفا؟ أنا مش خايف وبس، أنا مرعوب، مرعوب حقيقي. بس اللي حصل ما كانش نقطة ضعف. أمال كان إيه؟ كان إحساس. حط إحساسك في تلاجة. ما أعرفش. أمال لو شفت بنات شارل سامحوني هتعمل إيه؟ يا بيتي كان دول أجمل من سارة بكتير. حلوين يا بيتي. حسك عينك. وإنك وقعت في كمين زي اللي اتنصب لك الليلة، أديك في بلدك وإحنا جنبك. إنما في إسرائيل هتروح فين؟ حضر المشنقة. بالظبط كده. أنا عاوز أشوف شريفة، لازم أشوف شريفة.
بونجور ديفيد. ديفيد بابا حكى لي امبارح كل حاجه. انا ما نمتش طول الليل يا ماجي. ما هو باين ماجي انا مستحقش كل ده. وانا بحبك. ازاي بس يا ماجي وعن اخوات؟ برضو بحبك. هي الساعة كام دلوقتي؟ وعايز تعرف الساعة ليه؟ لان عايز انزل مصر دلوقتي. مصر؟ اذا كنت هسافر اسرائيل يبقى لازم انزل اصف شوية حاجات صغيرة كده قبل ما امشي. وهتخلي بالك ما تخافش عليا. مش لازم حد يعرف اي حاجة من اللي اتفقنا عليه. اوكي. حتى من اليهود يا ديفيد، خصوصا اليهود. مش لازم يعرفوا دلوقتي الحكاية دي. على العموم انا مش هغيب في مصر اكتر من اسبوع. هترجع تلاقي الباسبور جاهز. معقولة؟ معاك صور؟ كتير. انا اصلي كل ما كنت اقدم على طلب هجرة كانوا يطلبوا مني 4 صور. طيب اديني الصور. اهو. بس يا ريت بقى حظ الصور دي يبقى احسن من اللي قبلها. لا طمن تمام ديفيد. ايه مالك؟ انت مش شايف ان ده كتير؟ احنا مش اتفقنا؟ انا افضل انك تنسى اي اسم تاني من دلوقتي عشان يفضل اسمك على طول ديفيد شارل سامحون. ثق تماما ان انا مش هنسى اللي انت عملته معايا ده ابدا. وانا مش عايز منك اكتر من كده، انك ما تنساش. معنى كده انه قرر يديلك اسمه. هو ده اللي حصل يا محسن بيه. تعرف ده معناه ايه؟ معناه طبعا اني لازم اسافر اسرائيل بعد ما ارجع اسكندريه. معناه انك نجحت نجاح باهر. مش مهم النجاح هنا يا محسن بيه، المهم النجاح هناك. انت مش عايز تشوف شريفه؟ تو ما افتكرت سعادتك. احنا اتفقنا من الاول انك تروح لها وانت ملوي هدومك. انت بصيت في المرايه النهارده الصبح؟ هيا يا محسن بيه بصيت. ها ولقيت ايه؟ مش عارف، انا خايف قوي من المقابله دي يا محسن بيه. انت مش ممكن تسافر من غير ما تشوف اختك؟ عارف عارف، بس ايه؟ مش عارف هقول لها ايه. قول لها انك لقيت شغل في بلد عربي. مش هتصدق. ليه؟ الا ليه؟ لان ما حدش بيروح البلاد العربيه غير المدرسين، وانا ما ينفعش ابقى مدرس. مين اللي قال؟ كل الدنيا عارفه كده. البلاد العربيه دلوقتي فيها بترول، وانت ليه خبره سابقه مع شركات البترول. ممكن يكون خبير انجليزي او امريكاني خدك معاه. ايوه بس الكلام ده ما يخلش على شريف. الله، انت هيظهر ما بتتابعش اخبار البلاد العربيه كويس. ازاي بقى؟ البلاد العربيه البترول مكتشف فيها من قبل الحرب العالميه الثانيه. في بلاد كتير قوي عايمه على بحور بترول. وده كان فين ده؟ الشركات كانت مستنيه الحرب تخلص عشان يتوسعوا في الانتاج ويتوسعوا في توظيف الناس. طب واذا سالتني عن عنواني؟ قول لها ان مالكش عنوان ثابت دلوقتي، وانك بتشتغل مع بعثات الاستكشاف. بكده الامر يبقى منطقي. طب واذا سالت رفيق؟ خلي بالك يا محسن بيه، احسن جوزها ده سوسه. لا ما تخافش، اذا صغر رفيق سال هيلاقي كل حاجه تمام. امسك. ايه ده؟ ايه الحكايه دي يا محسن بيه؟ دول علشان تشتري هدايا للشريفه وطارق. ايوه بس دول كتير قوي يا محسن بيه. وانا بدفع حاجه من جيبي؟ ها؟ مصر هي اللي بتدفع يا رافض، مش حد تاني. الو شريفه. رافض. ازيك يا شريف؟ انت اللي ازيك. انا زي البوم. انت فين؟ انا بتكلم. وكنت فين المده دي كلها؟ انا كنت اصلا. وبتتكلم من ايه؟ بتكلم من شارع. شغلتني عليك يا شريفة. يعني مش هشوفك؟ أمال أنا بتكلم ليه؟ طب ما تيجي بقى يا رأفت، أنت وحشني قوي. مسافة السكة هكون عندك. رأفت. هو خلو رأفت ده يا ماما؟ أيوة حبيبي. أنا بحبه قوي يا ماما، وأنت بتحبيه؟ طبعا يا حبيبي. أمال ليه بابا مش بيحبوه؟
تعال تعال يا طارق لما لبسك هدوم حلوه علشان خلو رأفت لما يجي يلاقيك حلو وتقعد معاه. يلا حبيبي. لاحظ يا محسن ما فيش قدامك وقت خالص. رأفت هيكون جاهز يا حسن ما تقلقش. تفتكر مصطفى قعد معاه مده كافيه؟ مصطفى عبد العظيم هيعرف يتعامل معاه بره كويس. هيلحق يتدرب على الكتابه السريه؟ يعني المساله عايزه لها يوم او اتنين. اتفقت معاه على اسلوب الاتصال؟ هو نفس الاسلوب اللي كنا بنتبعه معاه هنا بس مع تعديلات بسيطه. والمواعيد؟ هو حافظها كويس بس برضه عايز قعده. والشفره؟ اتفقت عليها معاه مبدئيا. كلمت جوازات اسكندريه؟ انا طالب عبد الرحيم من ساعه ولسه المكالمه ما جاتش. ما احنا لازم نشوف لنا صرفه في حكايه الاتصالات دي. فيش غير الاتصال المباشر زي الجيش. فكرت كويس يا محسن في الساتر بتاعه في اسرائيل. امال احنا قاعدين هنا ليه دلوقتي؟ كلمت معاه في الموضوع ده. رأفت ممكن يشتغل اي حاجه وكل حاجه بس الساتر بتاعه لازم يبقى متقن بحيث انه يبعد عنه اي نوع من انواع الشكوك وفي نفس الوقت يكون على درايه تامه بيه. هو مش رأفت اشتغل شويه في البترول؟ ايوه بس اسرائيل ما فيهاش بترول. واشتغل ممثل؟ كممثل فاشل. يبقى ما فيش قدامك الا التجاره او السياحه. هو اشتغل فتره في السياحه في ليفربول بس السياحه عايزه راس مال. افندم اخيرا. طب وصلني بيه. الو عبد الرحيم ازيك؟ ايوه انا محسن ممتاز. اسمعني كويس، في طلب هيتقدم للجوازات باسم ديفيد شارل سمحون خروج للسياحة. ألو سمعني؟ سياحة مش هجرة. أيوة الطلب ده لازم يمشي بشكل طبيعي جدا. لا لا تعمل تحرياتك وكل حاجة تمشي بشكل روتيني بحيث انك ما تلفتش نظر أي حد مهما كان. طبعا يهود يا بني آدم. لا يا إبراهيم الخواجة ديفيد ياخد تأشيرة خروج عادية جدا. ايوه مصر الجنسيه. ابوه يبقى الخواجه شارل سمحون بتاع اسكندريه. ايوه هو ده. اسمع الطلب ممكن يكون اتقدم النهارده الصبح، ده مجرد احتمال. ان ما كانش اتقدم النهارده يبقى هيتقدم بكره او بعده بالكتير. المهم الطلب يمشي من غير ما حد يشعر باي حاجه. طيب ايوه لا ان شاء الله هكون عندك اخر الاسبوع. مع السلامه. احنا كنا بنقول ايه؟ انا بحبك قوي يا فالو، انت ما بتجيش عندنا كتير ليه؟ يا حبيب قلبي عشان انا بيبقى عندي شغل. حبيبي عشان عندك شغل ولا عشان بابا مش بيحبك؟ طارق سيبيه يا شريفه سيبيه. المهم انت يا بطل، انت يا حبيب، انت يا حبيب الكل، انت بتحبني ولا لا؟ بحبك قوي يا خلو عشان بتجيب لعب كتير. يا حياه قلبي يا حياه قلبي. الله الليمون يا رأفة. حاضر يا شريفه حاضر. يلا طروقه عشان الضيف انا وانت. يلا حبيب قلبي اقعد حبيب قلبي. ازيك يا شريف؟ ازيك انت يا رأفت؟ وايه اللي انت جايبه ده كله؟ يعني اذا كنتش هجيب لك انت وطارق هجيب لي مين يعني؟ احكي لي اخبارك ايه؟ اخبار يا ستي. وكنت فين السنين دي كلها؟ شوفي وعملت ايه؟ وفين اراضيك؟ انا دلوقتي اللي قول لي بس وايه الحكايه بالظبط؟ حكايه ايه؟ حكايه اوروبا. انت صحيح سافرت اوروبا يا رأفت؟ انت ما تعرفيش ان وازاي تغيب عني المده دي كلها من غير ما تبعت لي جواب ولا حتى تكلمني في تليفون؟ ايه؟ ما بتردش ليه؟ ازيك يا رأفت؟ زي ما انت شايفة يا شريف. طب كلمني يا اخويا. عارفة يا شريفة مش
عارف اقول لك انت وحشاني قد ايه. شريفة، انا ماليش غيرك يا رأفت. يعني انا ليا حد غيرك انت كمان؟ مش تهدى بالله كده يا رأفت وتريح قلبي وتقعد جنبي. لا، ما انا خلاص دلوقتي فرجت. انت قلت كذا مرة قبل كده انها فرجت. لا، ما هو المرة دي حاجة تانية خالص. يعني لقيت شغلانة كويسة يا رأفت؟ في البلاد العربية. وايه بس اللي هيوديك البلاد العربية تاني؟ البترول يا شريفة. يعني هتبعد عني تاني يا رأفت؟ كلها كم سنة مع مهندس أمريكاني من اللي اشتغلت معاهم في البحر الأحمر. يعني هتبعد عني تاني يا رأفت؟ أكل العيش يا شريف. يعني هتغيب عني كم سنة كمان يا رأفت؟ لا، ما هو هتبقى في جوابات يا رأفت. أنا من غيرك ببقى يتيمة. وقعدت معاك بقى يا شريفة، وقعدت معاكي في ايه بس؟ انت مخبي عني ايه يا رب؟ انا لازم انزل دلوقتي. مخبي عني ايه يا رب؟ المهندس الامريكاني مستنيني. يا رأفت انت ملحقتش تقعد معايا. انا قصدي لسه يا شريفة بحضر في الاوراق. يعني مش هتتغدى معايا يا رأفت؟ لو تعرف انا بحبك قد ايه يا طارق. انا بحبك قوي يا حلو، مش عارف تمشي من هنا. يا حبيب قلبي. نفسك يا رأفت. أشوف وشي بخير يا شريف. تبقى طمني عنك يا رب. ربنا يستر. حاضر يا شريف. المشكلة اللي بتواجهنا دلوقتي يا محسن ان ليفي كوهين او يعقوب بن يمين حنانيا اللي ظهر هنا في مصر كان فقير جدا. ايوه، بس في حاجة مهمة انت ناسيها يا حسن. ايه هي؟ عمليات التهريب اللي كان بيقوم بيها لليهود كان بياخد عليها نسبة. النسبة دي ممكن تجمع له قرشين مش بطلين. ايوه، بس ده كافي انه يغطيه. هو مش كفاية انما ايه؟ ما احنا كمان مش ممكن نحول له فلوس بمجرد ما يوصل على طول، وإلا تبقى العملية مكشوفة وممكن تثير شكوك. أيوة، بس في حاجة تانية أنت ناسيها. إيه هي؟ اللي هيسافر إسرائيل يا حسن مش ليفي كوهين أو يعقوب بنيامين حنانيا،
اللي هيسافر اسرائيل هو ديفيد شارل سمحون، ابن الخواجه سمحون المليونير الكبير بتاع اسكندريه. نفسي افهم ايه اللي في دماغك بالظبط يا محسن. معنى كده بقى ان الجواب اللي انكتب كله مكتوب على الورقه دي. تمام. بالشحم اللي في ورق الزبده. بالظبط. ممكن سعادتك تفهمني بقى ازاي هتقراه؟ لو جبت دوايه الحبر الاحمر دي ودلقتها على الورقه هيحصل ايه؟ هتتلخبط. رافض. انا جعان. رافض. الورقه هتشرب الحبر. الا المناطق اللي مكتوبه بشحم ورق الزبده. هو يعني في اسرائيل ما عرفوش حكاية الكتابة على ورق الزبدة دي؟ عارفين طبعا. يا خبر اسود. ايه مالك؟ ده معناها انه ممكن يكشفوني من اول جواب. وممكن ده يحصل لو كنت انت اللي بعت الجواب. مش فاهم. انت طبعا لما تبعت جواب مش هتمضي باسمك تحت. امضي؟ ده على رقبتي. لو فرضوا واكتشفوا الجواب هيعرفوا ازاي انك انت بالذات اللي بعته؟ لازم يدوروا وسط 2 مليون اسرائيلي عشان يعرفوا مين اللي بعت الجواب. معنى كده بقى انكم مش هتبعتوا لي جوابات ابدا. نبعت لك جوابات ليه؟ الا ليه؟ افرض عايزين تشوفوني، افرض اني وحشتك. هنبعت لك تلغراف يحدد لك ميعاد في لندن يوم 18 الساعه 9. ده معناه ان الميعاد في روما يوم 16 الساعه 4 بعد الظهر. لو الميعاد في برلين يوم 9 الساعه 6. يبقى ده معناه ان الميعاد الحقيقي في اثينا يوم 7 الساعه 1 بعد الظهر. بسم الله. لا على ايه؟ الفرجة حلوة برضو. يا انت كنت جعان اول الدرجة دي؟ لا ولا جعان ولا حاجة. اصل بقالي 3 اسابيع باكل بالشوكة والسكينة في بيت الخواجة شارل. نفسي هفتني بقى ان الواحد ياكل السندوتش على قطمتين. اللي هم في اسرائيل يعني برضك ولاد ناس كده؟ في كده وفي كده. انت واختيار. شاي؟ انت رحت للشيف النهارده يا رفض؟ ويا ريتني ما رحت. اكيد تعبت ولسه تعبان لحد دلوقتي. انا بعت لهم يا شارل، بعت لهم وردوا عليا وقالوا ايه يا صروف؟
قالوا إن المعلومات اللي قالها ياكوف كلها صحيحة، بس هما ما يعرفوش عنه حاجة من بعد الحرب. كلام معقول، بس إيه؟ هو بنيامين حنانيا مش كان شريكك في يوم من الأيام؟ كان شريكي وأخويا، إنما هو حاجة وأنا حاجة تانية شرط، وإنت عارف. إنت شفت الولد وهو صغير طبعاً. ما أنا قلت لهم إن ياكوف هو ياكوف. أنا قلبي انخطف ساعة ما شفته. لا 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 ده ده مش كفاية. ياكوف كان يعرف جيرانهم جارة جارة، ويعرف اللي بين أمه وبين الستات، ويعرف اسم أخته الحقيقي واسم هند اللي كانوا بينادوها بيه. طب إنت عايز إيه تاني؟ أنا يا حبيبي مش عايز حاجة. الرأي في الأول وفي الآخر ليك أنت، أنت اللي هتهربه وأنت اللي هتديله اسمك. ما تقولش الكلام ده لحد تاني لحد ديفيد ما يطلع من هنا. أنا ما بقولش حاجة لحد الشهر. لكن أنت عرفت إنه نزل مصر إزاي؟ رحت السوسو ليفي طبعاً، ولقيته؟ لقيته بقى الدكان، وسمعت إنه هيهاجر. اخوه اخباره ايه؟ قصد حضرتك ابراهيم سليمون؟ ما انا مرضتش بقى اروح قهوه استنبيلوس في الظروف دي. والموسكي؟ رحت للحاج مغربي بعد صلاه المغرب وصفيت معاه كل حساباتي. هاي لليف نشتغل بقى. يلا مصطفى. يعني كان نازل يصفي حساباته فعلا؟ الحقيقة أيوه. طب ليش الشكوك دي كلها؟ احتياط يا حبيبي، احتياط الشر. من ايه؟ مش يمكن المصريين؟ المصريين المصريين هم المصريين عاملين لكم بوب ولا ايه؟ العساكر اللي ماسكين البلد اليومين دول محدش عارف بالظبط هم عايزين ايه. على العموم ابعت طمنهم، انا هتفق معاه ما يروحش اسرائيل. ليه يا شارل؟ دول محتاجين للي زيه هناك. انا محتاج له اكتر. شارل سامحوني، انت جرى لك حاجة؟ أنا كبرت والبنتين ما لهمش حد. انت قصدك ايه؟ ماجي بتحب ياكوف. ناوي على ايه؟ انت عارف ان انا حسيب مصر، ما كانش النهاردة يبقى بكرة. ناوي على ايه يا شارل؟ ناوي اقول له يسبقني على فرنسا يستناني هناك. وهو حيرضى؟ ما هو مرضيش، يبقى مؤمن بفكرة الهجرة إسرائيل. أنت ناوي تطلع لفين؟ ولاد أختي في البرازيل، وأنا بقول العيلة تتلم بقى. أنا اللي مجنني إنه حمار ومصدق. كل ده حلو قوي يا محسن بيه، لكن شركة السياحة دي خصوصا في الأول يعني هتحتاج لفلوس كتيرة. طبعا. وساعتك قلت لي إن اليهود الفقير اللي بيهاجر على إسرائيل يا بيروح يا المشاف يا الكيبوتس. ده صحيح. وأنا المفروض إني أصلا على الحديدة. أمشي أوي يا رأفت. إزاي بس؟ ده أنا إذا كنت هطلع يا كوف بنيامين حنانية اللي كان بيدور على شغل ومش لاقي ياكل هنا، أكيد هيوزعوني يا المشاف يا الكيبوتس. ده لو ما كانش معاك فلوس تبدأ بيها. الله، ما ساعتك عارف البير وغطاء. انا عارف، انما هما هيعرفوا منين؟ برضو الحكاية دي ممكن يكون فيها شك. يبقى فيها شك لو انك مسافر باسم ليفي كوهين او ياكوف بنيامين حنانيا، انما انت مسافر باسم ديفيد شارل سامحون، ابن المليونير شارل سامحون. يعني ايه يا محسن بيه؟ يعني سيب الحكاية دي دلوقتي، هتتدبر. هتتدبر ازاي بس؟ قلت لك هتتدبر يا ديفيد. بابا. ايه شيرين؟ هو ديفيد هيرجع امتى من مصر؟ هو قال انه هيقعد اسبوع. ما الاسبوع خلص النهارده. يبقى هيجي بكره. ايه وحشك؟ قوي بابا، جدا خالص. خليك حريص يا رافت مهما كانت المغريات. ما تخافش عليا يا فندم. تعملش اي نشاط في جمع المعلومات مهما كان الامر. ازاي بقى؟ وده معقول برضه؟ حط كل همك انك تاسس شركه السياحه وتشغلها وتعمل علاقات مع الناس. طب واذا مفيش؟ اذا يا رافت،
لو لقيت المعلومات قدامك وبين ايديك اديلها ظهرك. يا محسن بيه افرض ان اهم حاجة في المرحلة الاولى دي انك تطمن فيها على نفسك 100%. سلامتك عندنا اهم من اي شيء. خواجة شارل حجز لك على المركب الطلياني اسبيريا، يعني هتنزل في نابولي. يعني ايه بقى؟ يعني اول ما تنزل في نابولي تسأل على مكتب الوكالة اليهودية وتدور عليه لحد ما تلاقيه. وبعدين؟ تقول لهم انك عايز تروح اسرائيل. هو سعادتك مش عارف عنوان مكتب الوكالة دي هناك؟ ازاي بقى؟ طب ما تدولي دلوقتي. غلط يا سيد. غلط ليه؟ هو مكتب سري؟ بالعكس، ده مكتب علني وبيعلنوا عنه كمان. طب ايه بقى؟ تفرق كتير لما تروح المكتب وانت عارفه ولما تروحه بعد ما تسأل وتدور. طبعا اكيد بقى هلاقي طوابير كتيره واقفه قدامه. بيتهيالك. بيتهيالي ازاي بس؟ مش اليهودي اللي بيسافروا من مصر بيطلعوا برضه على اسرائيل؟ اديك هتشوف بنفسك. على العموم في مجموعه مش بطاله هتكون معاك على ظهر المركب اسبيريا. يهود مصريين؟ وفيهم صاحبك سوسو ليفي. الله، يعني سعادتك بقى كنت عارف انه اديك هتشوف بنفسك هناك كام واحد فيهم هيروح اسرائيل، ولما نتقابل بقول لي. هبقى اشوف سعادتك في اوروبا، مش كده؟ بالتاكيد عرفت، بس هنتقابل في اسكندريه الاول قبل ما تسافر. يلا بينا عشان ميعاد القطر قرب. بابا. وإيه ده؟ انت مش قلت انه ديفيد هيجي النهاردة؟ هو قال كده؟ طب ما جيش ليه؟ عاوزة شوربة إيفيت؟ ميرسي ماجي، انا مش هتعشى دلوقتي. بوكوا؟ هتعشى مع ديفيد. باردون بابا. اخليه يسبقنا على باريس؟ خليه يعمل اللي هو عاوزه. بونسوار. ما كانش طبعا ممكن يفوتني العشاء. الحمد لله على السلامة ديفيد. الله يسلمك. ماجي. ازيك ديفيد؟ وحشتوني. اقعد اتعشى، انت اكيد جعان. انا جعان جدا طبعا. هتعشى بس بعد العشاء عاوز اقعد معاك ربع ساعة. ماجي انا خلاص جعت خالص. بالسرعة دي؟ أنا دايما أوفي بوعدي وأحب اللي يوفي بوعوده. وكمان تأشيرة خروج؟ والسفر قبل أسبوعين، وإلا هنضطر نطلب تأشيرة تانية. يبقى أنا من بكرة بقى أنزل وأسأل. الحجز تم. السفر بعد 8 أيام من النهاردة. طب اقول ايه؟ ماجي بتحبك ديفيد. انا عارف، انا عارف ده كويس، وكنت مش قادر اعمل حاجه. انا فكرت في الموضوع ده كتير كتير قوي، وابقى كذاب لو قلت لك اني ما بحبش ماجي. بالعكس انا بحبها، يمكن اكتر ما هي بتحبني. لكن انا حياتي غير مستقره، وعمرها ما كانت مستقره. ثم انا رايح مجهول، مش عارف عنه أي حاجة، مش عارف كمان
الحياة في إسرائيل هيبقى شكلها إيه؟ وليه إسرائيل؟ مش فاهم. تصدق؟ متصدقش ديفيد، أنا حاسس إنك زي المرحوم ابني بالظبط. أنا سعيد جدا بالإحساس ده. كلها سنة وهصفي كل الشغل اللي عندي في مصر. خلاص تبقى اتحلت. وهطلع على باريس. باريس الأول؟ أنا ليا في باريس رصيد مش بطال، وفي خلال السنة لو كنت هتستناني في باريس أقدر أحول لك كل الفلوس اللي عندي هنا. أنا باريس سنة؟ إيه رأيك؟ مقدرش. وماجي وإسرائيل؟ بس أنت ما قلتليش أنت ناوي تعمل إيه هناك؟ في الحقيقة أنا مش عارف لسه. كان يعني لسه في دماغي في شوية أفكار. زي ايه؟ يعني انا عندي خبره مش بطاله في مجال السياحه. ناوي تشتغل في شركه سياحه؟ يا ريت، مع اني ما بحبش اشتغل عند حد. ناوي تعمل شركه؟ شركه والمكتب صغير. هو مكتب صغير ليه؟ شركه محتاجه لفلوس كتير قوي مسيو سامحون. بابا آسف بابا. ديفيد، الظرف ده في شيك $15,000 وأعتقد إنها كفاية عشان تفتح شركة محترمة. برضو الحكاية دي ممكن يكون فيها شك. يبقى فيها شك لو انك مسافر باسم ليفي كوهين او ياكوف بنيامين حنانيا، انما انت مسافر باسم ديفيد شارل سامحون ابن المليونير شارل سامحون. يعني ايه يا محسن بيه؟ يعني سيب الحكايه دي دلوقتي، هتتدبر. هتتدبر ازاي بس؟ قلت لك هتتدبر يا ديفيد. انت مش عايز تاخد الفلوس ولا ايه؟ عملت معايا حاجات كتير قوي قوي. كل حاجة ولها تمن. وايه التمن اللي انت ضمه؟ انك ما تغيرش اسمك. تفضل ديفيد شارل سامحون على طول. اللي اقولها يا محسن بيه، انت كنت عارف ان الخواجه سامحون هيديني فلوس؟ انت مش هتبطل تتزكى عليا؟ ده انا مسافر بكره. يعني توقعت انه ممكن يعمل حاجه بالشكل ده، بس ما كنتش متاكد. تصور اني مسافر اسرائيل بكره. سلام يا رافض. خلي الظرف ده معاك يا محسن بيه.
يفتح إلا بعد وفاتي. رأفت الهجان. الأعمار بيد الله محسن بيه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله العظيم. انت كنت وقعتني انك هتبقى تجيني مع مصطفى بيه، وانا هوفي بوعدي يا رأفت. مش عاوز تقول لي حاجه؟ في حاجه مهمه قوي عايز اقولها لك يا رأفت. ايه هي؟ مصر امانه بين ايديك، وانا رقبتي سدادة. اشوفك بخير يا حسن بيه. رأفت، خلي بالك من نفسك، مصر محتاجة لك. لاحظي فراوها الجان انك سمعت الجانب اللي انا ما عشتوش. في الوقت ده انا كنت مجرد ملازم في الجيش المصري. انت قلت لي ان القصه هناك ليها وجه اخر. كان الصراع مرير. كان ولا زال. في يوم واحد سمعت قصه رأفت الهجان كامله. كامله؟ لاني من بكره هسمع قصه ديفيد تشارلز محمود ان شاء الله. اشكرك.